السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة خياطة وتدبير وإعادة تدوير. فيديو النهاردة بسيط جدا إن شاء الله، أتمنى إنه ينال رضاكم وإعجابكم، بس انزلي حالا اعملي لايك وأعجبني علشان نكمل الفيديو مع بعض. شايفين الحلقة دي أهي بتتباع عند بتاع أدوات الخياطة، لو مش موجودة عندك الميدالية بتاعت المفاتيح، أي ميدالية مفاتيح بيبقى فيها حاجة مدورة زي دي، تمام. شريط الدنتال اللي قلنا عليه المتر منه بسبعة جنيه يا جماعة، ممكن يكون أرخص حسب الأسواق والشطارة بتاعتكم أهو أهو، شايفين كل واحدة بتجيب مقاسها. أنا ما يعني مش بقولك هاتي مانيكان مخصوص عشان تعملي عليه، شايفين دي كده أهو بنخيطها بالشكل ده، نرجع نكمل مع بعض. شايفين انا هشتغل بإبرة خياط عادية، علشان اللي بتقول ما عنديش مكنة نقول لها النهاردة ما عندكيش حجة، ابتدي مفيش حاجة تقف قدام حاجة انت عايزة تعمليها اهو. إبرة خياط عادية اهي، عشان ما عندكيش مكنة يبقى مش هتعملي، لا هنعمل اهو كل حاجة. عملنا اول طرف، هناخد الطرف الثاني اهو حطيه هنا بالشكل ده وخيطي. بالمناسبه الدانتيل ده فيه لكره، ما تقلقيش منه خالص، بنخيط. طيب اهو اسهل منها، متهيألي اي حد يعني لو ما يعني ممسكش ابره قبل كده هيعرف يعمل اهو. تعال نشوفها بقى على المانيكان عشان نكمل. شايفين ده كده اول جزء اهو، مش ضروري يكون عندك مانيكان عشان تعملي حاجه، قيسي على نفسك على مقاسك، تمام. انزلي اعملي حالا لايك او عجبني عشان نكمل وتحفزينا نكمل احلى فيديوهات باذن الله. دلوقتي عندنا طرحه، طرحه عاديه جدا موجوده عندك من نفس اللون، قريبة من اللون، مفيش اي مشكلة خالص اهي. شايفين هنا اهو، كده او زودي شوية او اعمليها كلها حتى مفيش اي مشكلة، ولكن الجزء ده انا هاخده عشان اعمل منه حمالة. ده كده انا محتاجاه. هنعمل ايه بالجزء ده؟ هنركب استك مع بعض دلوقتي بسهولة وبساطة جدا. شايفين بتعملي ايه بقى؟ بتتني بالشكل ده اهو، بتخيطي على طول الطرحة، وبعدين بتركبي الاستك بدبوس وتدككيه وخلاص. لو مش عايزة تعملي ده وحابة تعملي مشروع على اصوله، هتجيبي برضو شريط دانتيل، ويفضل طبعا من نفس اللون، من نفس اللون او لون مقارب او لون متداخل هنا للتمرين. حتى لو لقيتي ان ام عبد الرحمن مش موفقة شوية في الالوان، فانا بعملك بالامكانيات او الخامات اللي موجودة، ولكن وقت تنفيذك لازم تنفذي بحاجات متناسقة ومتطابقة علشان يطلع شغلك حلو وتقدري تسوقيه بسهولة، تمام. طيب شريط الدانتيل اهو برضو من نفس اللون تقريبا، لازم يكون من نفس اللون، وبتجيبيه كده اهو بالشكل ده، وبتشيلي الزيادة وبناخد الجزء ده نركبه مع طرف الطرحة، نركبه مع طرف الطرحة، هنركبه مع بعض دلوقتي. شايفين بنحط الفستونات دي اهي من بره عشان يكون شكلها حلو اهو، شدي ده شوية علشان يبقى واسع
ويعمل القماشة دي كشكشة. بصوا بنشد كده شوية عشان يدي بس شكل حلو. شايفين خيطناها اهو اهو كده كويس تمام. تطولي تقصري تعملي الطول اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. انا بس بديك الخطوات الاولى الفكرة الاولى، ولكن عليك الابداع وعليك التنفيذ الافضل باذن الله. بصوا بالشكل ده كده. هنقفل الظهر مع بعض، هنتني الطرف تنيتين فوق بعض واحرسي على لون الخيط. لازم الخياطة بتاعتك تكون على مسافة مظبوطة بالشكل ده بالتمرين. وياريت تشوفوا الفيديو بتاع ازاي تقعدي على المكنة عشان تظبطي الخياطة، علشان لما تعملي مشروع تكوني دقيقة في شغلك. ربنا يوفقكم يا رب جميعا. دلوقتي هنقفل اهو. زي ما انتوا شايفين اهو قصرته شويه، تنيت الطرف لازم يكون من نفس اللون اهو. عندك هنا جزء من الدانتيل اللي اتبقى من فوق، بصوا اهو ادخله هنا واخيطه. سهل جدا مفهوش اي حاجة، ممكن كله تعمليه بايديكي. شايفين ونخيط الجزء ده كده مع بعضه. في ناس لسه داخلين الفيديو حالا ونسيوا يعملوا لايك، يلا كلنا نعمل لايك للفيديو، وياريت لو عملنا مشاركة علشان يشوفوه ناس اكتر. بالشكل ده بسيط جدا وفكرته بسيطة جدا وغير مكلف تماما. هي طرحة ومتر دانتيل بسبعة جنيه ولا حتى متر ونص، بتقسميه على هنا وهنا تمام، يعني مفيهوش اي حاجه مشكله. طيب مش يعني دلوقتي مش كده وبس، احنا لسه هنكمل في حاجه تانيه هوريكم دلوقتي. وده اللي باقي من الدانتيل الابيض، هو ده كده. بصوا كان كده وانا قصيته لانه لقيته كبير شويه، بتاخديه هنا اهو. وطبعا لو نفس اللون انت حره في الالوان، في كل مره بقول ما ترتبطيش ابدا باللون اللي انا عملته اهو. شايفين بسيط جدا وسهل. عايزه تزيني، انا مش شايفه ان هو ناقصه حاجه، عايزه تزيني بالسراس فوق الحمالات دي بالشكل ده. ده كده لو انت عايزه تزيني بزياده، لو مش عايزه هو كده حلو قوي مفيش اي مشكله. هوريكم دلوقتي الشكل التاني منه. شايفين ده شكل الموديل بتناسق الالوان، ده اللي بكلمكم عنه، انك انت المتحكمه في تناسق الالوان. لكن الفكره بسيطه تماما تماما. التوكه دي هتلاقيها في ميداليه المفاتيح لو مش عارفه تشتريها اهي، سهله جدا. لو اشتريتيها ثمنها نص جنيه او جنيه كتير ما بتكلفش، متر ونص علشان تقسميه. شايفين هنا الدانتيل مقسوم، مقسوم على جزئين تمام. طرحة خفيفة مفيش اي حاجة صعبة او مكلفة، لو كلفك برضو في حدود 15-16 جنيه مش اكتر اهو. بسيط جدا تقدري تعملي مشروعك اهو.
مش محتاجة مانيكان، مش محتاجة مانيكان ابدا، لان لاحظت في التعليقات الناس بتقول نجيب المانيكان منين، ما عندناش مانيكان. يعني انا مش هقول لك اعملي حاجة ب15 جنيه وتجيبي مانيكان ب150 او 250 جنيه، طبعا الاسعار بتختلف من وقت للتاني. ولكن اماكن بيع المانيكان العتبة في اماكن لتجهيز المحلات هناك، تقدر تجيبيه اونلاين كمان من عن طريق النت يوصلك لغاية البيت، ولكن انا مش شايفاه ضرورة ابدا. تقدر تقيسي على نفسك او جزافيا المقاسات، ان الدانتيل ده ميزته ان هو في لكرة فبياخد ويدي مع اي مقاس، ما تقلقيش منه ابدا. موديل بسيط اسفل لغات كتير. طب قلت عليكم اللايك الشير، عجبني لو سمحتوا التفاعل بيدعمنا ويساعدنا على الاستمرار. بشكركم كلكم. ما تنسوش التواصل معي على الفيسبوك، برضو الجروب بنفس الاسم ونفس صورة القناة. هتلاقوا كمان الوصف موجود في حول القناة وفي المنتدى. بشرف بكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.